ندخل على اليسار على الباركين. زاوية معيتي غماز يسار. هلا لازم نطلع الزاوية الميتة على اليسار. لا على اليسار. على اليسار. ليش؟ مشان هذول اللي جايين من الخلف. اوكي. تمام؟ تمام. هاي دبات كيرينج وبنفس الوقت اتجاه واحد بمشي بالنص. ممتازة، كيف عرفتي شارع اتجاه واحد؟ محطوطة الخيلتي مستقيم ازرق. اوكي استني شوي هان. طيب لو انت ما انتبهتي على الخيلت الموجودة في بداية الشارع، كيف ممكن نعرف من هان انه شارع اتجاه واحد؟ اوكي، اول شيء في عنا الخيلتين ممنوع الاتجاه، ممنوع ممتاز. الدخول، وبنفس الوقت السيارات على الجهتين صافين والسيارتين على الجهتين صافين بنفس الاتجاه للامام. ممتازة. أيوة. جدا. يعني اذا انا ما شفت الخيلت اللي في بداية الشارع انتبه انه السيارات واقفة بنفس الاتجاه، لانه ما بيوقفوا هيك الا في شارع اتجاه واحد. اذا ما كان في سيارات واقفة على اليسار الخيلت الامامي، ننتبه على الخيلت الموجودة في بداية الشارع اللي بتمنع من دخول الشارع ولكن مسموح نطلع من الشارع، يعني هذا مخرج فقط وليس تمام. مخرج ومدخل. اوكي بدنا نروح على اليسار هان. اوكي على اليسار حقت مركز اقصى اليسار. ممتازة. خدي على اليسار، خدي اول على اليسار، كمان كمان كمان. ايوه امشي 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 مستقيم، لسه بعيدين لا تخافي، امشي امشي. ايوه لفي لفي. ايوه اعطي غماز يسار. وهان راقبي حركة المرور منيح. تمام. لو في حدا بده يروح على اليمين بيجي بتمركز جنبنا. اوكي وبنطلع سوا. تمام ممتازة جدا.